تعملي ايه يا بخيت؟ بلم خلجات يا جابر، كفايه انها قاعده هنا. تلمي خلجاتك ليه يا وليه؟ الدنيا اتقلبت ولا عقلك خاف ولا حد قال لك اني مسافر؟ بتلمي الشنط ليه يا بخيت؟ قلت اساعدك يا جابر واقول لك نسافروا. ليه؟ وانا وقعت ولا حد قال لك ان جابر مسلم الكلام لمرته؟ لا يا جابر، قالوا لي اخوك هيتجوز، وقالوا لي انت وجوزك مالكوش لا شغله ولا مشغله، وقالوا لي رماح اللي بيصرف عليكم، وقالوا لي مالكوش ولا قرش هنا. الله يحنن عليك يا جابر، افهم اللي بيحصل حواليك بدل ما نلاقوا نفسينا بنشحتوا. يشحتوا كيف يا وليه؟ تتجنيتي في عقلك ولا ايه الكلام اللي بتقوليه ده؟ في مره تقولي انا جايه معاك عشان ماليش حد في المنيا، ولما تجي هنا تقولي مفيش حد بيكلمني، ودلوقت بتقولي لي اني بشحت. لا عاش ولا كان يا بنت ابوكي. انا جبر ود غانم اللي البلد كلها بتحلف بيه، ولا انا قصرت في حقك في يوم يا بخيته خليتك تشحتي؟ لا يا اخوي، ما عاش ولا كان اللي يقولك ده يا جبر، بس انا ليا عيون بتشوف وداني بتسمع والناس بيقولك ده يا جبر. أنا مرتك يا جبر، واللي يمسك يقتلني. نرجع المنيا يا أخوي، نرجع المنيا، على الأقل فيها شغلك اللي بتفهم فيه، بدل ما أنت قاعد هنا غريب وسط ناسك. مين اللي قال لك إني غريب وسط ناسي؟ اللي قال لي نومتك بالساعات يا جبر، من غير لا شغل ولا مشغلة، ورقدتك على السرير وأنت صاحي، واللي قال لي كلام الناس اللي بيقولوا رماح بيصرف عليك. رماح أخويا يا بخيتة. بس هو اللي معاه الفلوس. ولو عنده الذهب كله اللي يزيد ويزيدني، ده اخوي. فينه ده يا جابر؟ فينه ده وعيالك خلجاتها اتقطعت عليها؟ عيالي؟ عيالي ولاد الاصل والنسب، مالكيش دعوه انت بيهم، انا اعرف اكسيهم. وهتجيب فلوس منين يا جابر؟ مالكيش دخل على الطلب. لو ما قعدت في بيت جوزك لا هتطولي سفر المانيا ولا هتطولي قاعده هنا. واختاري ما بين التنين يا بخيته، يا جبر هنا يا الطلب بالثلاثه. لا يا اخوي، قاعده يا اخوي قاعده، مطرح ما تشاور قاعده تحت رجليك يا جبر. صلى على النبي يا اخوي، صلى على النبي، صلى على النبي يا جبر. سايبيني لوحدي دلوقتي يا بخيته، ولو عايزه الوصل يفضل ما بيننا ما تقطعيش الحبال ولا لسانك ينطق بكلمه من اللي سمعتها منك دلوقتي. سايبيني يا بخيته؟ حاضر يا جبر، سايبيني.